ايه ده ماما ما بيقلبش ليه؟ شفت حر قوي ده والله العظيم. لا العظيم هديك زي ما بدي ولادي مش تعمل ولادي يا انا رئيس الاستاذ نشر وعشا ايه ده؟ لا هو ابو محمد بيجي الله ايه ده احنا كده بنغلط يلا ولا تعالي لي تعالى اقفل الباب انا قلت لك ما كناش قاعده مع سيسي تعالى هي تصوري كنت فين سيدي يا سيدي يا فين احنا اقعد يا محمد يا على خير يا رب يا رب يا رب ولا لا كله سوزو كله سوزو والله سوزو سوزو انا قلت لك لو امي الديسك ده احمر خلاص احب الصراحه السؤال الاول بانجو ولا بانجو ولا بيرة احب الصراحه بيرة كل ديسك كل واحد يقول اللي شرب وما انت عبيط اما في حد اسمع على هندي ولا اقعد خلاص يما بقى احب الصراحه وانا امي الصراحه الصراحة راحة انت بانجو ولا بير؟ لا بانجو انت بانجو ولا بير؟ بير على خفيف ضربتين بس انت تسعة يا ام الظلم ده بصوا السؤال التاني زيزي ولا مديحة؟ مديحة زيزي مديحة 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 انا اسف يما مديحة يما مديحة 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 اسكت مديحة اسكت انت زيزي احسن من 10 مرات زيزي ولا مديحه مش وقته زيزي ولا مديحه وانت مديحه 2 و 8 يبقى 10 9 9 و 1 10 برده يعني تعادل لو يحيت امك روح علينا يابا تقدم بلا مصباح بالقلم هتضربيني انا يابا مؤاخذه ذاتس مي لا 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 يا يابا يا يابا انا اسف يا انت انا مؤاخذة جبت رجليا يا يابا انا مؤاخذة انا اسف والله يا زعل اشك خطير يعني ولا محمد اقعد هنا هنا مين ده اقعد بدل معدلة اهو يا عم الصبح رابع السؤال الصبح ده كله في 10 جنيه ده قلت له هات كيلو مكرونة وده كيلو مكرونة على لسان عصفور انت جبت المكرونه بتاعتك قبل في يوم يابا بتتحاسب بس ولا الشقه انت جبت كيلو مكرونه بكام؟ انت جبت كيلو مكرونه بكام؟ 8 جنيه وانت جبت كيلو عصفور بكام؟ جبت كيلو عصفور بكام؟ كيلو عصفور؟ نوع ايه؟ لا يا حبيبي شايف الوقف بحد عصفور قول لك يا حاجه ما تسعيش علي انا اسف ولا انا اسف يابا انا اسف انا اسف قلت لك يا اما قلت لك جبت كيلو عصفور بكام؟ طب يا عم احنا بنروح يا انا بقول لك عادل يا عم انا يا عم الواقف كده عادل جبت كيلو عصفور بكام؟ 9 جنيه 9 جنيه مش انا سفر 9 9 9 10 و2 12 10 لان كيلو العصفور زي كيلو المكرونه امك بتحسب ايه؟ هو زي ما هو 10 انت 12 ليه؟ لان كيلو عصفور زي كيلو مكرونه شفت قلت لك 8 لو النبي قلت لك 8 صح ولا مش صح؟ انا جبته من الكازيون ب 7 ونص لا يا ماما قلت لك ب 7 ونص بس ما فيش كلام استنى فين التليفون؟ احمد حريقه سيد اورتيجا عبد الله زعلينا احمد كازيون درس بيرد ومحدش بيرن معلش ايه ده؟ ولا ما لقيتش على امك ما كلمتش امك ياما لا ياما تكلمت امك انا تحسين ياما لا ما لا خلي بالكم عشش انا اسف شقوم كده تحسين ياما من بيعمل دبل كيك شاسي شاسي طب بقوم والله بقوم الشاش الباشا مش خاطر ايه اكازيون بالله عليك اكازيون ايه يا احمد شفت انت الدبل كيك يا يا كيلو سلم عصفور على مستورد مش كل المصري
عشان انا عشان عيالجي اعمل ده لايك وده سبسكرايب سلام.